هنمشي معاكم إلى الولاية الشمالية، وكاميرا صباح الشروق حاضرة دائما وأبدا. نتابع. من قصد البحر استقل السواقية، هكذا يقال، لكننا قصدنا البحر للعبور إلى بلدة فانغول بالضفة الغربية للنيل في أقصى الريف الجنوبي لمحلية المتمة، فقصدنا معدية البسابير من أقصى الريف الجنوبي لمحلية شندي، وعبر النيل اكتمل بسلام المسير العبور إلى فانغول. وما إن حطت الأقدام على أرض فانغول بالمتمة إلا وتدافع نحونا العشرات من أهالي المنطقة في استقبال وبشر ينم عن حفاوة بالفطرة عند أهالي فانغول، لكنها كانت فوق ما نظن. البارح القريب وقعت علي نصيبة، لازم البكور في العقدة كاسر ضيبة. وعلى النيل ما بين تضاريس وطبيعة تتباين ما بين الطين والرمل والحجر تتمدد قرية فانغول، تطل على نهر النيل بجذره وضفافه التي تستأثر بعض الجبال بشرف شماء عالية تجلب للناظر ألقا وسحرا لطبيعة من نوع خاص. بسم الله أول كلام الغاصبة بالله العظيم رب العباد الواحدة غيب الوجود حيا غديما مفردا حاشاه لم يلد الإله لم يولدا يا رب صل على النبي محمدا يا رب صل على النبي محمد. بثني الكلام للرب حاب وريضا كمل الخصال طه بجماعة زايدة النور ياشلع فوق جبيني ويدا واصطدر جامع للعلوم فوايدا يا رب صل على النبي محمد يا رب صل على النبي محمد. ليلة وضع نبي البهاء مخص نظيف مع بغب طيب الجنة فوق جسم العفيف دلق الوغار والهيبة لا قدم الشريف واجب الوجود لرب خر ساجدا يا رب صل على النبي محمد يا رب صل على النبي محمد. سعل النساء في ولادة حاضرات غالا صحيح الرحمة ليبت وهبجات حلفا يمين مثل الرسول ما شفنا ذات طوبة وهنية لأم أمن الوالدة. تقول الروايات القديمة المتناقلة على ألسن الثقات من أهل المنطقة أن فانغول ما كانت كائنة في حيز الوجود قبل أن يحكم رقعة واسعة من جنوب المتمة والمنطقة أحد الإفرنجة أو الأتراك أو الإنجليز ويدعى مستر فانغول، ويشار إلى أن مقر حكمه الذي كان يقيم فيه يقع في قمة جبل الكافر كما يسمونه إلى الجنوب قليلا من فانغول، وهو لا يزال مزارا وقبلة للباحثين عن تاريخ فانغول والمتمة. والواقع أن ارتباط فانغول بالأجانب لم ينقطع حتى اللحظة، فعلى بعد كيلومترات معدودات يصل للمنطقة مع حلول فصل كل شتاء عدد من الأجانب الذين ينتمون إلى إحدى الجنسيات الأوروبية كما يقول أهل فانغول، فيمكثون في إحدى القمم الجبلية لأيام، لكن قدومهم للمنطقة ظل لغزا محيرا للأهالي، ورغم سعيهم لمعرفة ما يحدث واستنجادهم بالسلطات لكشف ما يدفع هؤلاء للقدوم للمنطقة والبقاء في الجبل، إلا أن الحقائق غائبة تماما، ما يعني أن هناك سرا ما يكتنفه الغموض. النسيج السكاني لمنطقة فانغول لا يحمل تنوعا أو تمازجا يذكر، أهل فانغول انحدروا من إحدى بطون قبائل الحسانية واستقروا بها لمئات السنين وتكاثروا شيئا فشيئا، لكنهم عاشوا في أمان وتواصل وصلات حميمية مع من جاورهم شرقا وغربا. فانغول التي تبدو كمجتمع صغير ومتماسك ومترابط ومتكاتف ومتعاون تحتفي بقيم عظيمة ونماذج مشرقة للكفاح وتحدي الإعاقة، فعبد الحي الذي يعاني من عجز في يديه تغلب على ذلك بقوة عزيمته وإرادته الحديدية التي أعانته في أن يعمل ويتكسب من رزق حلال طيب يضمن له توفير عيش كريم له ولأسرته الصغيرة. الأنشطة الاقتصادية لأهل فانغول تتجه نحو الزراعة بتركيز أكبر، فأرض المنطقة على النيل لا زالت بكر و
وتنتج محاصيل متنوعة ما بين الحبوب الغذائية وفاكهة المانجو والتمور بجودة عالية ونكهة وطعم مميزين. البقاء في فانغول ليس باليد، فهو محكوم بميقات زماني علينا أن نغادرها بحلوله، فالتطواف لغيرها والانتقال لما بعدها أمر حتمي، لكن الطبيعة في فانغول تأبى أن تغادر الأذهان وتنسل من الوجدان، فثمة مشاهد ومناظر وهبتها الطبيعة على النيل بفانغول لا يمكن أن تنسى وإن تقادمت السنوات والعقود.